اشتغل عليه. الحال ايه في مواقف السيرفيس يا شباب؟ الناس اللي بتركب ميكروباصات وعربيات، مسكوا ثلاثة بيحرضوا السواقين النهارده انهم ما يركبوش، ما يطلعوش بالركاب. طب عملنا تعريفه وتسعيره، هل التسعيره دي هتستمر؟ هل الرقابه على المواقف هتستمر؟ خلونا نروح موقف ونشوف ايه اللي حاصل هناك. اللحظة الأولى لإعلان قواوي الزيادة في أسعار الوقود، السيد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة شكل غرفة عمليات لحساب تأثير هذه الزيادة على تعريفات الوقود. وبالدراسة تبين الآتي، إن الرحلات كلها الخاصة بالنقل الجماعي اللي هي السيرفيس لغاية 15 كيلو هتزيد 25 قرش. الرحلات اللي هي ازيد من 15 كيلو تزيد 50 قرش، ودي مطابقه مع الزياده الفعليه في اسعار الوقود. في برضه بعض المحاولات من السائقين انه يستغل الراكب، واحنا بنتابع هذا الموضوع مع الركاب ومع شرطه المرور. اللي انا بس عايز انوه اليه ان احنا ما نغفلش دور الرقابه الشعبيه، بمعنى انا مواطن ركبت ميكروباص ومعلوم لدي التعريفة وفقا للزيادة الجديدة، إذا كان هناك أي محاولات لزيادة هذه التعريفة باخد رقم العربية وبتقدم بشكوى لمشرف الموقف، وإحنا بنحيل هذه الشكوى للتحقيق والعرض على النيابة. حول الكاميرا آخر النهار استطلاع آراء المواطنين عن مدى رضاهم والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة. مش في كل الأوقات، يعني لو وقت الدورية مثلا كده هيبقى ملتزم عشان شايف في رقابة، ممكن بعد الساعة 10 بالليل هيبقى الطقطقين وتلاتة والبنزين غلي. الربع جنيه عبء على الأسرة الفقيرة. هل الحكومة اللي قاعد على الكرسي التكييف ده بيحس بالراجل الغلبان؟ لا. تيجي فين؟ انا كنت راكب من عربيه من المهندسين لحد السكن عندنا، يعني مسافه قريبه كانت جنيه، فجاه قال لي جنيه ونص. قلنا له ليه؟ قال لي بتاع ربنا الناس كلها زودت. اشمعنى انا ما زودش؟ انا لو عارف في مكتب شكوى ان انا اقدم شكوى في السواق الفلاني ان هو غلى عليا الاجره وانا بركب، اقدم الشكوى، بس انا ما اعرفش هي الشكوى بتقدم فين. كل الزيادات اللي متوقعه لا تبقى اي حاجه الدوله تعملها فوق دماغنا من فوق، بس الالتزام وتطبيق قوانين هو ده الصعب. واحد امبارح انا راكب من المطريه، الراجل السواق قال لي اللي مش عاجبه ينزل ووقف العربيه. انا قلت له مش نازل، زود، يعني انا المفروض الزياده انا بدفع جنيه وربع، قال 2 جنيه. يا عم ليه كده؟ ما تبقاش وقف العربيه، والناس طيبين، الناس اللي بتركب طيبه، انت هتتاخر، الشمس حامية، البتاع، يعني ما لقيتش مردود فعل من الجمهور. وكمان سألنا سائقين عن مدى رضاهم والتزامهم بالتعريفة الجديدة. التزمت بس حرام، ما تدينيش محطة 20 كيلو تديني فيها نص جنيه، ده المفروض يبقى لها جنيه ونص مش نص جنيه بس. ما تدينيش محطة 15 كيلو يبقى ربع جنيه، اعمل ايه بالربع جنيه ده؟ انا ملتزم بيها، بس شوفيني بقى هتكفي معايا في حكايه الزيوت وحكايه قطع الغيار وفرده الكاوتش اللي وصلت كام دلوقتي؟ انا فرده الكاوتش كنا بجيبها 500 جنيه وصلت ل 1000 ونص و2000 جنيه. الجهاز لما زاد التعريفه اللي جاتنا دي غطت الجهاز. بس ما فيش اي مشاكل، احنا الزبون بتاعنا بيطلع بيدفع عادي الاجره وتمام وفي الفول العشاء. ملتزمين بالزياده الجديده، بس حضرتك يا ريت على زياده الجهاز مثلا، ده كل حاجه بتغلى، قطع الغيار والكاوتش والبطاريات وكل حاجه. التقرير ده هو لب الأزمة، التقرير ده هو اللي بيقول لنا الأزمة فين بالظبط. السيد المسؤول بيقول كلام زي العسل زي العسل، ولازم يقول السيد المحافظ، وبشوف اللي هو يقول السيد المساعد، وماشيين احنا السادة، أسيادنا كلهم بيقولوا كلام حلو، بس الواقع بتاع الناس اللي فوجئ بأنه بيدفع 75 قرش زيادة واللي بيدفع 50 قرش زيادة، هو ده الواقع الحقيقي. المسافة ما بين الواقع والخيال، المسؤولين بيقولوا خيال، احنا موجودين، احنا بننفذ تعليمات، احنا بنطبق، طب روح للمواطن احنا ما بنطبقش علينا حاجة، يبقى فيه خلل. الخلل ده هو اللي دور الحكومة انها لازم تحله،
لازم السواق كمان يبقى راضي ويبقى حاسس انه بيساعد اهله وناسه وبيكسب. ما هو السواق ده ما بيشتغلش عندي، لاما الحكومات في الدول المتقدمة بتجيب باصات كويسة ومحترمة وتكسب وتنزلها عشان انا كمان اركن عربيتي واركب باص كويس. فاعملوها، افتحوها للناس. الحكومات شجعوا رجال الاعمال انهم يشتغلوا في النقل. ما اعتقدش ان ده له علاقة بالامن القومي. يعني الناس تدخل، عندنا اسماء كبيرة قوي يجيبوا باصات وشيك ويعملوا سعر معقول ويكسبوا، بس يحل جزء من الأزمة. لكن طول ما المسؤول بيقول كله تمام حسب توجيهات السيد المسؤول الأكبر والناس بتقول احنا مش حاسين بحاجة اللي واقفين دول، يبقى في حاجة غلط. وطول ما الفراغ والثغرة دي موجودة الناس هتفضل زعلانة وتشتكي.